سلام سلام خوتي اخواتي في جميع بقاع العالم، شنو اخباركم؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم ومرحبا بكم في القناة تاعي. اليوم جبت لكم بعض التطبيقات نكتشفوها معا، تطبيقات جد رائعة رائعة رائعة. اذا يلا بينا نكتشفوها. التطبيق الاول الاسم تاعو بوس راشتو، بوس ماشي بوس، بوس الحافلة. هذا التطبيق كيطمن فقط الجري، السرعة والفانتاج. فانتيني فانتي كنت فانتاو مع الوقت. اذا كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي، هذه اللعبة جميلة جدا. انا مدمن على هذه اللعبة فعلا. جمع النقود، دوائر الزمان كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي، والفانتاج كما قلت لكم، شتي الحافلات فعلا رائعة. يا سلام. هوبا، قفز فوق الحافلات ايضا كما كتشوفوا خوتي اخواتي. هوبا، جاب الربحه، ماشي مشكل، فقط اضغط على فري لكي تتابع اللعبه. اذا ندوزو للتطبيق الثاني، الاسم تاعو بوينت بلور. هذا التطبيق كيمسح لك اي حاجه في التصويره ما بغيتيش تشوفها. كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي، فقط بضغطة واحدة يمسح لك اي حاجة بغيتيها. تطبيق جد رائع كذلك، وفي عدة ميزات هنا في التحت، قلبوا تكتشفوا فيه بعدة ميزات، نخليكم تكتشفوها بوحدكم. يا سلام، امسح امسح امسح، عاود امسح، زيد امسح. شي واحد حبش يشوف شي حاجه في شي تصويره، فقط عليه بهاد التطبيق الرائع جدا. اذا خوتي خواتاتي، التطبيق الثالث سميتو كام سكان. هذا التطبيق تا هو جميل جدا، باغي تسكان شي كارت ناسيونال، بيرمي، بطاقة وطنية، هي كارت ناسيونال، اي حاجة، فقط بضغطة واحدة كذلك كما كتشوفوها. وهو كيدير الخدمة ديالو، فقط غنصور ليه هو قد كما كتشوفوا هاد الخطوط تجي في سميتو، هو شتي كما كتشوفوا، والاضاءة ديالو مزيانة والحروف كيبانو. يا سلام، تطبيق فعلا جميل جميل جدا، غتجربو وغتشوفو وردو عليا في التعليقات ديالكم. وفي عدة ميزات كذلك، في شحال ديال الميزات. ندوزو للتطبيق الرابع والاخير سميتو صانع الشعار. هاد التطبيق تا هو جميل، بغيت تصيب شي شعار القناة ديالك، فقط عليك بهذا التطبيق. في تا هو عدة ميزات كما كتشوفوا في التحت، اي حاجة، اجتماعي، حافل الشركات، عيد الحب، حب الله وطاعة الوالدين كما كتشوفوا. تطبيق جد رائع، تا هو في الخلفيات اللوغو، بتصيب اللوغو ديالك على التطبيق، غادي يصلح لك خوتي اخواتاتي. اكتفي تنص دي. اذا خوتي اخواتي، نكتفي بهذا القدر اليوم، وان شاء الله مره اخرى غادي نقدم لكم تطبيقات اخرى نكتشفوها عاوتاني معا.
وما تنساوش الدعم ديالنا باللايك والاشتراك والضغط على الجرس لكي يصلكم دائما جديد، ودمتم في رعاية الله ونتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة أخوتي أخواتي.